اخر انا بقول ايه، انا وجهه نظري الفنيه بقى لما تيجي تسالني حضرتك، تقعد هنا وتسالني ايه رايك يا اسلام في الماتش، اقول لك لا، في فارق فني أيوة. ما بين النادي الاهلي ونادي مازيمبي. فني ده يعني ايه؟ فني يعني كوره في الملعب. ولكن انا هنا بتكلم على اجواء مباراه سواء في الكونغو او في القاهره. من الممكن جدا ان يكون هناك تاثير سلبي على بعض اللاعبين من ضغط الجماهير، 50,000 متفرج، 60,000 متفرج هيبقوا موجودين، وبالتالي انت حاسبها وانت راجل نجم ولعبتها قبل كده ولعبت النهائي. ايوه ما انا قصدي يعني كده، قبل النهائي انت حاسبها كمان من جوه الملعب. الله ينور عليك. عشان كده لكن لما تيجي تحسبها فنيا، فنيا زي ما انا يعني وجهه نظري. بص احنا كده ما اتكلمناش فنيا، انا بتكلم في ايه؟ تاثير التعامل او السوشيال ميديا او الناس لما تتكلم على ماتش. لا ده حقيقي. بيوصل احساس للعيبه او الناس اللي هتشارك في مباراه، يا عم ده ماتش سهل. لا 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 يا عم ده احنا ضامنين، يا عم ده لا، احنا عايزين نحذر من دلوقتي يا اسلام ونتكلم في ايه؟ ان الماتش صعب جدا، الماتش لسه فيه سيناريوهات كتيره، لازم عشان نكسب الماتش ده ننزل من اول دقيقه عاملين حسابنا ان احنا عايزين نسجل اهداف، وفي نفس الوقت لا تتلقى شباكنا اهداف، لان اي هدف يا كابتن اسلام لا قدر الله هنا يصدر لنا مشكله كبيره جدا، يخليك بتلعب طول الماتش بتنهج ان انت عايز تجيب جون وتجيب جون تاني عشان تكسب لا قدر الله. لا وهم عندهم سرعات وعندهم لعيبه على الاطراف عندك ما كويسه جدا، وما عندوش حاجه يخسرها بقى. خلي بالك احنا عندك ظروف 7، واعتقد ان في 2007 كان معانا الشناوي لسه ولد صغير يعني حارس مرمى صغير، مش فاكر ولا لا، بس كان اعتقد كان معانا محمد الشناوي في 2007. كانت النتيجه هناك 0-0 مع النجم الساحلي، وجينا هنا يعني بعد الشر يعني عن 2007 لا كان امير والحضر امير باي. لا انا كان معانا محمد الشناوي بيطلع يتمرن لسه يعني انت قصدي حضرتك بتصعد صعد كان صغير وبيطلع يتمرن. بس كابتن انا عندي فاكر اول لا عندي يعني معلومه، لكن انا اقصد ان هو ان الراجل والكابتن سامي والكابتن خالد بيبو بعد الماتش هنوا على الرجوله، لكن قالوا ان هناك شوط تاني. طبعا مش ماتش تاني على فكرة، شوط تاني الناس كلها تفكر فيه. لا اقصد باصرار يعني مع اللاعبين، يعني ارهاق شديد برضو للنادي الاهلي يعني. تتكلم مع اللعيبه بعد الماتش او تتكلم مع اي حد، مجهود بدني شاق بسبب الرطوبه ودرجه الحراره، النجيل الصناعي ده كابتن انت تعرف انت لعبت عليه في الجزائر ولعبت عليه. لا ده اول نسخه وضعت للناس اللي هو برابر يعني، في في ترتان مش ده، في ترتان احدث بكتير. والله صحيح صحيح. فالموضوع مرهق، قبليها ماتش الزمالك على طول قبليها. وانا نفسي اعرف يا كابتن اسلام يعني سؤال للقائمين على كره القدم المصريه، ايه السر مثلا انا رايح العب صن داونز فالعب قبليه بيراميدز؟ ايه السر راح العب سيمي فاينال افريقيا مثلا بغض النظر كان لسه ما تحددش مين اللي يصعد فالعب قبليه زمالك؟ لا بس دي بقى دي خلي بالك دي يا كابتن، لا مش خلي بالك، انا دلوقتي عارف ان النادي ده انها مؤجلات هو ليه حق. انا النادي ده عارف ان النادي بيمثل مصر يعني، الاهلي ما بيلعبش باسم الاهلي بس، ده بيمثل مصر، بيتقال النادي الاهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي المصري ثالث العالم، فما اجي اوفر للنادي اقل حاجه عشان بس يعني ما احطلوش ماتش تقيل يعني. من الاسباب طبعاً من الاسباب اللي خلت الراجل برضو بدا مباراه الزمالك بالشكل ده انه بيفكر في ماتش مازيمبي وخايف يعني، ما رضيش يجذب لعيبه عشان خاطر ماتش مازيمبي، ما رضيش يبدا بلعيبه معينه عشان يغطي او يخبي امور ما على المدير الفني السنغالي بتاع مازيمبي، فهو شاغل نفسه بالماتش. تخيل انا لو عندي ماتش مش بحجم الزمالك، ايه السر يعني؟ نفسي اعرف الناس القائمين على الكره المصريه وراجل مسابقات، النادي الاهلي يا جماعه ده نادي مصري، لما بيفرح بيفرح ملايين من الشعب المصري. مثلا عايز يجيب الزمالك، ما هو سر غريب. انا ليه احط الزمالك يعني؟ الزمالك ده اصلا المفروض من الدور الاول العبه قبل يناير، اتاجل وبقى بعد يناير، فالزمالك جاب صفقاته بتاع ماشي مشيناه، لكن ما تحطوليش قبل سيمي فاينال، ما انت برضو بتعجزني، انت المفروض تساعدني تديني راحه قبليها زي ما عملوا مع الترجي، زي ما عملوا ما تحطليش كمان ماتش صعب يعني. ما هم وانت عارف وانا عارف ان هم بيحاولوا دايما يستفيدوا من فكره ان الاهلي يريد ان تسير سفينه الكره، فلا بيقف بقى عند دي ولا عند دي. بس انا متاكد ان بس انا دلوقتي لا بص خليني هبقى مباشر في مثل هذه الامور، انا متاكد ان الحاج عامر حسين بيبقى له يعني مش قصده ان احنا ما افترضناش سوء نيه بس ده سوء تخطيط. لا سوء تخطيط يا ريس، معلش انا راجل انا مسؤول عن الكره المصريه وعندي ممثل بيلعب في افريقيا، هو مين اللي بيقف على المنصه؟ طب مين اللي بيقف على المنصه جنب رئيس البعثه او جنب كابتن خطيبه على المنصه بيستلم؟ مش رئيس الاتحاد المصري طبعا، ما بيقفش على المنصه مع المنتخبات. هنا بتتكلم بس اكمل النقطه دي يا كابتن عشان مهم، هو ما بيقفش على المنصه مع منتخبات وما عندوش منتخب للاسف، بيقف مع النادي الاهلي بس انه يشنكلك البرونزي.
طب ازاي يا استاذ؟ لا بالعكس. لا لا طبعا. ده المفروض انا طبعاً. المفروض انا اقل حاجه ده اسمه يعني مش اسمه تعمد ومش هنقول الناس بتتعمد، دي مؤسسه اسمه سوء تخطيط. مؤسسه يعني انا تنجح، وانا قلت لك الكلام ده قبل كده. احنا هنفترض حسن النيه، ومفيش حد تاني بينجح يا استاذ عصام. هنفترض حسن النيه، مفيش حسن النيه. لا هنفترض بس انا بقول لك ايه، سوء تخطيط. ده انا المفروض انا وانا شغال وبحط المؤجلات عارف التوقيت ده النادي اللي بيمثلني وبيفرح الشعب المصري او ال 70 80 مليون مصري او المشجعين النادي الاهلي في الوطن العربي، فلازم اساعده. ما حطلوش ماتش صعب، ما صدرلوش مشكله قبل مباراه مهمه زي سيمي فاينال افريقيا. انتوا عايزين تساعد، اديله حقه، ما تساعدوش. لا برضه استاذ عصام مش فاهم. لا وساعده، انا عندي ماتشات مؤجله كتير. طب خليه والزمالك مثلا لحد دلوقتي استاذ عصام مش عارفين ماتش فاركو اتاجل ليه مثلا. فاركو المقاولين ماتش المقاولين عد 3 ايام و4 ايام، عد 3 ايام و4 ايام. ماتش الاهلي والزمالك ده اصلا كان المفروض يتلعب مش عارف شهر 8 ولا 9، فتأجل لما بعد يناير عشان يبقى فيه تدعيمات وبتاع. ما فيش مشكله يعني ظروف نادي بتاع، بس تحطوا لي قبل سيمي فاينال افريقيا توديني الماتش مرهق واللعيبه ونفسيا. اللعيبه كانوا رجاله وخرجوا من الموضوع بسرعه وعملوا مباراه كبيره هناك، واللي اجمل من مباراه الروح بتاعتهم والقتال في الملعب. فهي بس النقطه دي حبينا ننوه. لكن انا هنا لما باجي اتكلم، انت هنا بتتكلم عن حاجه رسميه مثلا او بتاع، ولكن هناك لما بصيت النهارده على الاعلام في الكونغو بعد المباراه الاخيره وتعادل المازيمبي مع النادي الاهلي، لقيت الاعلام في الكونغو بيتكلم على ايه؟ المسانده، وان احنا هنكسب هناك، وان احنا هنكسب هناك الاهلي في مصر وفي القاهره، وهنرجع من استاد القاهره العريق الكبير. انا قعدت اترجم الحاجات. ولو يعني عندهم لو عندهم ماتش فاركو او غيره بتاع كله مش هيلعبوه. طب اقول لك حاجه، برافو عليك، ادي النقطه اللي انا عايز اوصل لها. الهلال السعودي عائد العين من مباراه العين دون ان يرجعوا ولا الهلال ولا الاهلي بطل الكاس لاهلي جده، اجلوا له لانه هو هنا بيشوف ايه، ان حتى في الكونغو يا راجل، حتى في الكونغو يا استاذ عصام، الكونغو شوفوا الصحف الكونغوليه بتقول ايه وبتتكلم ازاي. وشوف هنا قال لك الاهلي، يقول لك احنا هنروح. هنا قال لك الاهلي تعادل والزمالك يقدر. يعني يا استاذ محمد، يعني حضرتك عشان انا قلت لناش حاجه، انا عاوز اقول لك يعني الاهلي يتعادل وعادي وفرقه من المقدم. انت في الاخر بقبل مؤسسه بتنجح تنجح تنجح، لانه هناك بقى دوله في الاخر بتبص على كل المؤسسات دي ومؤسسات اخرى، مع احترام ان هي اللي بتدير وكل حاجه. ضد جيم ضد جيم ضد جيم. طب ازاي يساعدك عشان كل شويه تاخده معاك منصه؟ هو ده دوره، ده دوره يا استاذ عصام. انا شايف ان ده دوره، انا عارف وجهه نظر حضرتك ان شاء الله بقى ان شاء الله. يعني نتمنى طبعا ان كل مثل كل الامور دي، يعني زي ما بقول لك كده، انا اللي كان عاجبني برضو، معلش انا لازم اقول الكلمه دي، اللي كان عاجبني صيغه الجمع اللي كانت بتتكلم بيها الصحف الكونغوليه والاعلام الكونغولي. طبعا احنا ممثل بلد، احنا انا عمال اقول لهم، يعني انا قعدت ادور على والله بجد في الانتصار، انتصار جمعي زي ما انت قلت، لانه عايز اعرف هو مين تبع مين ومين ضد مين. اكيد مليون في الميه في الثمان تسع صحف اللي انا جبتهم دول وقريتهم، اكيد منهم يعني ضد مش اكيد بس مزيمبي. عارف بقى يتقال ايه على لكن كلهم بيقولوا نفس الصيغه الجمعيه. عارف هيتقال ايه؟ ما هو مازيمبي ده زي الاهلي، الصحافه كلها معاه. يا استاذ عصام اللي هو الصحافه مع الاهلي، تخيل هنا بقى احنا بنقول عرض خيالي لامام عاشور واحتراف امام عاشور ورحيل مش عارف مين ضرب مين وغضب كولر واستياء مش عارف ده. قال لك خالد الجوادي، قال لك خالد الجوادي انتهاء شهر العسل بين خالد الجوادي ومارسيل كولر عشان ياسين المكاري. ياسين المكاري هو اللي ترجم مؤتمر. طب الناس بتتكلم فرنساوي بطاطس. لا الناس بتتكلم فرنساوي، ياسين بيتكلم فرنساوي وياسين بيتكلم فرنساوي كابتن. وهيترجم الماني الاستاذ خالد جوادي والدكتور خالد جوادي بيترجم عربي الماني، ما عندوش فرنساوي انجليزي. فجابوا الراجل عشان يترجم الصحفي الفرنساوي، قال لك ده خالد الجوادي. فالناس بتدور على اي حاجه تصدر لك بقى مشكله، وده غريب يعني. اسماء بقينا يعني يا عم، قال لك ما الاهلي يروح يلعب ليه؟ ده مش هيقدر يلعب، ما يروحش. يعني ايه ما يروحش؟ امال التمثيل القاري ده معمول لي؟ اذا كان برونزيه يا اخي طلعت اي كلام، برونزيه العالم طلعت اي كلام. يا عم الاهلي ما